جولة في حديقة حيوان الإسكندرية، جولة للتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى والترفيه عن أولادك. إن شاء الله فيديو ممتع هيعجبك. يلا عشان جاي عم ربو في الشارع. تعال هنا بقى لو عايزني. ماشي عادة. قول يلا عسولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. الله يسعد صباحكم لو عندكم صباح، يسعد مساكم لو عندكم مساء. طبعا احنا كل يوم جمعه المفروض ان احنا نطلع نصطاد ونطلع نوكل السمك. النهارده قلنا بدل ما نوكل السمك نوكله لايه؟ نوكله لايه يالا؟ هنوكله لايه؟ نوكله الغزاله، نوكله الفيل. فجينا حديقه الحيوان انا وامير ابن خالي، ان شاء الله نعمل لكم فيديو كويس باذن الله. خليكم معانا. امسك بقى يلا عشان تمشي. ماشي يلا ما. تشتري لايك، هتفلعوا هتعملوا لايك جميل لأحلى مصارع فيديوهاته. اتفرجوا على الفيديو يحيى لايف. تمام ماشي. طيب يلا 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 هل حد عايز اكل ويصور هناك؟ هل حد عايز اكل هنا ويصور؟ هل حد عايز اكله؟ حد عايز يصور معاه؟ حد عايز يلعبه؟ تعالى خش جوه، خش جوه عندي. هلا برافو. هل هتصوره؟ مين هيصوره؟ هو تعالى في حد من الكاميرا. بص لماما، بص لماما، بص لماما الأول، بص لماما الأول. واحد، بص لماما، واحد، بص لماما، لا بص لماما، واحد، لا بص لماما، واحد، اثنين، لا بص لماما، واحد، اثنين، ثلاثة، يلا، 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 بالراحة بالراحة، بالراحة بالراحة، بالراحة. ويطلع الجدار. يلا حد عايز أكل ويصور هناك؟ سلمت عليا. أكل الثاني أنا. اللي عايز أكل عليا. أكل الكاتش الثاني. اللي عايز أكل غزالة يلا. أكل الكاتش الثاني. اللي عايز أكل غزالة يلا. خفيش الدهاله. طب نديها لها. انت يا بابا. يا بابا. خد يا. والله اللي عايز ياكل غزاله يلا. خد يا باشا كده. خد اكل له عزيمه. غزاله اليفه. ما دي ما تتكلمش لازم تعيش.
استنى يا عم. الكبير ده كله بيجي على السما. سلم يا حبيبي. قول يا الكبير يا انا ده كلهم بيجوا على السما. ايوه الكبير خالص هي اللي بتاكلها. ما نفردوش العود هنا نصطاده شويه كده لو استنى بالحاجه. يلا ماشي يا عم طيب. ده الاسد؟ بابا الاسد. طلعتي بابا الاسد الاسمر هناك. شفت اسنانه عامل ازاي يا بابا؟ اسنان ده؟ بتتكلم؟ بابا الاسد الاسمر هناك. طب يلا خد بابا الاسد الاسمر هناك. في حضرتك مين اللي بيقول ده بقه اكبر مني ممكن ما فيش كده كل فوق المستر فوق المستر هو هناك نتكلم مع بعض يا مستر عايزين نقعد شوية ايوه يلا بابا شيلنا عندي 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 بابا شيلنا عند
سبحان الله. خلي الولد ده يوعى بيرضع. اوعى يا عبدك. ها اوعى يا حبيبي كده. اوعى يا عبدك. شوف بتاع بتوصله ده وافره نصور الزوم من ايه؟ بابا انا عايز اتكلم. ده هو صغير بس الناس عبير رايح اطلع فوق. ابو عبير لسه عنده وجه. ده الحب في الزنزان. عايز يفتح البتاع ده عشان الانثى. ايوه بص الصغير سبحان الله. بابا انا عايز اتكلم. المفروض هو ام عبير بس هي اللي بتاكل. تاكل لوحديها؟ يا بس بتاكل ايه؟ تاكل خياء. بتبلع. طب بتاكل خياء؟ ايه؟ اكل خياء. بس زي سبحان الله. انا اكتر حاجة ابهرتني في الموضوع ده الشجر ده. طبعا انا سألت على عمر الشجر ده طلع عمره ما يعدي 50 سنة. حاجة سبحان الله في خلق الله. لا اله الا الله. اسمها شجرة طرزان. طلع اسمها شجرة. عجبني انا موضوع الشجر ده يا جماعة. مش عارف انا اللي يعرف الشجر ده اسمه ايه ولا عمره ايه. يقول لنا بالله عليك. سبحان الله. حاجة طلع عمرها كام سنة دي؟ شفنا الباعة وشفنا الجرا وشفنا كل حاجة في الليفل في الحديقة. سلام عليكم. لا لا يا عم في النقطة. بابا بص بياكلوا منهم ازاي. بابي نعم الناس كلها. عرفت وشك حبيبي اللي بتاعك. ايه ده؟ لا ده ايه اسمه ايه؟ بيعمل ايه بقى؟ بيدوس في الصحراء؟ ايوه ما بيغرس عربيات زي اللي لكن ده ما بيغرس. ماشي.
حد ياكل تمر؟ كلته خد الديله. يا يحيى دي غزاله دي عايز ايه؟ عايز اكلها. ايه؟ عايز اكلها. عايز ايه؟ ان شاء الله كده دي اخر حاجه يعني. اخر حاجه جنب البوابه اهي. هنروح بقى على السلسله ان شاء الله لو ربنا كرمنا وخدنا سمك هنصوره لكم. ما كانش كده ان شاء الله ايه نهايه الفيديو باذن الله. نهايه السلسله. سلام. هيه.